صباح الخير خوتي، كراكم مزيان؟ ان شاء الله تكون كامل بخير وعلى خير. المهم في قتيل الوداد النبوري يخلي على الله. المهم كنبغي نشكركم كاملين وكاع الناس اللي كيسولوا في الوليده، الناس اللي على برا، الناس اللي صوناو عليا واللي خلاو لي كومونتيرات. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم، ما تصورتش انكم غادي تتفاعلوا بحال هكاك. شكرا بزاف بزاف، وشكرا على بارطاجيكم، وبالخصوص الناس اللي على برا اللي كيسولوا في الوليده في الانستغرام واللي كيصوناو عليا ابي في واتساب. شكرا لكم كاملين. المهم بقاو مع الفيديو، نشاركوا معكم النهار ديالنا وشنو كنديروا وكيفاش كندوزوه. بالرجوع ما تحشمونيش مع الوليده، راه تحدثتني باش يوصل الفيديو 200 لايك ولا 100 لايك، يفوت 100 لايك. المهم بالرجوع ما تحشمونيش، المهم الفيديو خاصو يفوت 100 لايك. صافي نعود عليكم، يلا قبل ما تهرفوا في الفيديو ديروا لايك. صافي لايك وكومونتيرات دوبلوهم، بقاو دوبلو لي كومونتير باش يطلع الفيديو. سنيف كلاونا ودعيو معنا بالشفاء اخوتي. اش كديري الوالده؟ كنعجن الخبزه ولدي وما كنعرفش نعجن، وانا على البوطاجي ما كنعرفش مع الكوزينه صغيره خصني نوقف عليها كبيره باش ندلكوه. كما كتعرفوا لي خوال الكوزينه عندنا صغيره، يعني ماشي شي كوزينه كبيره، فهمت؟ السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه صحيحتكم؟ لاباس. راه كيسولوا فيك كاملين، عرفتي شحال من واحد كيسولني عليك؟ يسول عليهم الخير والربح، الله يجعل سيدي ربي يحفظكم ويحفظ لكم وليداتكم وما عز عليكم. اللي عنده شي وليدات الله يخليهم له. امين. اللي عنده شي والدين يتهلا فيهم الله يخليهم له، والله يحفظنا من شر الخلق ويحفظنا من هذا الوباء هذا. فوقاش كنتي الوالده تعلمتي العجين؟ انا منين كنت صغيره. شحال كان في عمرك؟ ايوا راه عرفتي حنايا صحاب الباديه راه كيعلمونا والدينا حنا باقيين صغار، قرايه ما قريناش. ايوا خرجنا نيشان العجينه والشغل ديال الدار. عرفتي دابا الكوزينه عندي صغيره، خصني ندير عليها ركابيه ونحط فلوس باش نعجن مزيان. وعندكم تماره في هاد العجينه؟ ايوا العيانات الكبار كيخرجوا للبقر وكيخرجوا على برا، حنايا الصغارات عاوتاني غير الدار الكوزينه والشقه ديال الدار. ايوا هادشي اللي كاين اولدي. دابا زيانت الله يجعل في دار ربي يزينها لقدام ويحفظها من هاد المرض هذا ويحفظ. فاش كتسالي عجينه شحال كتبقاي فاش كتحطيها؟ مغطيها تخمر. شحال كتبقى؟ منين تخمر ان شاء الله، منين تخمر ان شاء الله عاوتاني نقرصها، نطلق شويه في القصعه، ومنين تخمر ان شاء الله نقرصها. انا ما كندير حتى كان ثلاثة تعجني نقولك ماشي عيب لا تعلم من الراجل زعما عشان وين ها؟ ولدي دابا صحاب هاد الصغارات وهاد الجيل هذا راه ماشي عيب حتى حاجة، بنادم يتعاون على كلش، يتفاهم بنادم يتعاون على كلش ماشي عيب. زمان اللي كنقول شي عيب الراجل الا ناضي يعاون مرتو ولا هي ماشي عيب، الا بسبوع اما دابا بغيت يتفاهم. الا كان بوحدو ولا شي حاجه شكون طيب شكون اللي قالت لنا فيها باش يتعلم؟ عاوتاني قلت هو خصو يتعلم كلشي، والا كان زوفري والا كان خدام والا كان الاغلبيه ديال الدراري كتلقاهم في الطباخ مشهور. المهم الوالده خوتي كتغسل عيد فيها الكلاسين العاونة مبغاتش هاد الكلا، المهم عيد فيها الكلاسين العاونة مبغاتش يعني راه ماشي عيب الكلاسين العاونة وانا الدار ديالو ولا الدار ديالو عادي. هانتوما كيما كتشوفو يا الإخوان الوالدين ديالنا والخوت ديالنا كدوز عليهم، وحنا جالسين غير في بلاصتنا كنقولو منا عطينا طيبنا فينا الجوع. مرة مرة بنا مشوي يعول على راسو.
المسالات كما كتشوفوا راه مقدعوا هنا وعندنا العجينه ديالها، دابا نطلع نصبنا الحوايج ان شاء الله، شوف الا قدرت نعاونها بشي حاجه. بغيت نقول لكم انا المنظره ولا كنرجع ليها عاوتاني، الله يدير لي فيها الخير وصافي. هانتوما كنتو قدام عينيكم، ولا دابا ولا كيمشي البلايص اللي مكانش فيهم ولا كيولي فيهم، انتوما كينقص ليها الصحه ديالي كامله، ولكن الحمد لله على كل شيء. وشوفوا اي واحد كيدعمني وكيدق معايا، كملوا الفيديو من الوتر الاخر، ما تنساوش تكتبوا لنا كومنتار زوين وبارطاجي. المهم دابا طالعين للسطح باش تصب الوالده، وغير سمحوا لي على التصوير شويه تيبان بحال اللي مطبوب وقيله، راه من التليفون ان شاء الله نعاود نشري شي تليفون اخر ولا شي كاميرا ونقادو داكشي مزيان. قالت لي انا مرونه في السطح لحقاش تيد مولطر كيبني، ما عرفناش فوقاش هدي سالي. المهم قوم معنا. عندك غير هادشي ولا مازال تبني شي حاجه اخرى؟ مازال هو كانوا الضياف. كانوا الضياف وجمع الصابون، الماكينه ما كايناش. الماكينه كتهني. داكشي واش قبيله دابا هاد الوقت هادي كلشي يخرج. ما تضربش ما تضربيش تمارا كاع. ولكن شكون اللي كتصفي كثر، اليد ولا الماكينه؟ الماكينه مزيانه، الماكينه ما كتفرك حتى حاجه. تفرك كدير كلشي. كتشلل، كتعمرها بالماء وتشلل وتعصر. اللي ما عندوش ديك اخرى اوتوماتيكية، الا كنطيب الماكينه العاديه كتعمر بالماء وكتشلل. المهم الفريك اللي صعيب راه كتشد. ولكن هاد الطريقة هادي عاوتاني راه كتعيي. ايوا الصابون ضربنا الرواح الخوت كاملين. كون قلت لي انا كون صاوبنا ديك الماكينه بكري. ها كون قلت لي انا كون صاوبنا الماكينه. انا باغا تصاوبش حتى اخوك قال له صافي مشات، قال له عيات راه 12 عام. لا 12 عام راه بزاف بنت. غير الماكينه العاديه. ايوا صلى الله نشريو شي واحد اخر. إلا شتينا شي خلصة من اليوتيوب نشريوها لك. إلا شتينا شي خلصة من القناة نشريوها لك. آمين. لا دام الله زعما الناس يبارطاجيو معانا باش تكبر القناة. أفهم شي واحدين كيديرو أبوني وكيحيدوها. كل واحد شغلو هذاك، كل واحد حر في داكشي اللي بغا. ولكن علاش زعما علاش دخلتي في النهار الأول كاع إلا تحيدو؟ كل واحد خايب، كل واحد الله يهديه. اللي خايب الله يهديه، واللي مزيان الله يهديه، يهدينا حتى حنايا. امين. ويهدي جميع المسلمين اجمعين. كما كتشوفوا الاخوان سالات الوالده الدفعه الاولى من التصبير وباقا لها الدفعه الثانيه، دابا راه بدات تقرص. المهم نمشيو نصورو هكا تقرص وتشوفوا كيفاش دير داكشي ونكملو الفيديو ديالنا.
المهم الاخوان كان هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى لنا الاعجاب ديالكم. المهم كملناش حيت جاتنا واحد المشيه ضروري المكناس باش نقاد شي امور لخالتي. هذا ما كاين، وكما كتشوفوا حاليا راني في مران. ايوا تنو الفيديو الجديد ان شاء الله. المهم غادي نلوح لكم هذا اللي متفرجوا فيه، اللي كملوا ما ينساش يبارطاجيو وخلينا شي كومونتير تحفيزي وشي لايك. المهم كما كتشوفوا حاليا هذه هي المكناس مران. يا لا تصبحوا على خير اخوتي، تهلاو في راسكم.